السلام عليكم، معكم الحارس ملعب عبد الحميد طابي هنايا منذ 15 عام هنا في هذا الملعب. يعني تفاجأت اليوم بأنني قالوا لي أنت راه ما بقيتيش في هذا الملعب، صافي كرينا راه تكرى لواحد الشركة. الشركة يعني كيفاش أنا 15 عام وأنا خدام، يعني تكونت عائلة، كونت أسرة، عندي مسؤولية، عندي كرا، قالك لا أنت ما بقيتيش مسؤول هنايا، يعني بالبارودي ما بحالك ما يعني تفاجئ. ودابا انا ما عرفتش هادشي واش واقع لحد الان. اتفقنا ان الاجتماع الاخر يكون عند البشويه، اتفقنا انه غادي انت غتكون من سميتو من الامن ومن السيكوريتي، لا يكون من مشرفين على هذا الملعب. واليوم جيت تفاجئت قالك لا ما كاين حتى شي حاجه، راه اللي غادي يكونوا راه يكونوا، الشريك اللي غتكون راه تكون انت، راه ما عندك حتى شي حاجه. تفاجئت اليوم بالصباح انا جو واحد السيكوريتي هنايا جوج، قالك حنا السيكوريتي، يعني ما عندهم حتى لبسه، ما عندهم حتى باج، ما عندهم حتى شي حاجه، قالك حنا من المسؤولين هنا. دابا انا بغيت نعرف انا فين غادي نمشي. دابا انا عندي مسؤول على اسره، مسؤول على وليدات، عندي كرا، عندي يعني كيفاش غادي نتشرد، واخص في هذا الوقت اللي في كورونا، يعني مسؤول عندك مسؤوليه واش نتشرد انا، اش نوكل لولادي، اش نوكل الاسره ديالي، يعني ما فهمتش واش هادشي ليه اهداف انتخابيه، اهداف سياسيه، الله اعلم هادشي. يعني اخص هذا الوقت، يعني وقت ديال كورونا، الناس اللي واكله العصا، الناس اللي كتموت من الجوع، ما عندها باش تخلص الماء والضوء، ما عندها باش تخلص شي حاجه، يعني جاو حتى لهذا الوقت وقالوا لي الله يعاوني ويعاونك. انا بغيت اللي مسؤول في هذه الوزاره، المسؤولين ديال وزاره الشباب والرياضه التابعه لعين الشق مندوبي، يعني نصفوني، لا يعقل. انا فين نمشي؟ اش نوكل ولادي؟ اش نوكل الاسره ديالي؟ معايا الام ديالي، معايا اخ ديالي وكاري، اش غادي نوكل؟ يعني هاد الناس ما رحمونيش، بالاخص في هذا الوقت، وقت ديال كورونا. يعني كناشد المسؤولين يشوفوا من الحاله ديالي وحلوا لي المشكل ديالي. انا 15 عام ضيع عليا هكاك لريال، يعني جيت الصباح لقيت القفوله مبدلين، يعني اش من حق هاد الناس اللي بدلوا القفوله؟ قال لك لا راه التيران دابا ما يبقى يلعب فيه حتى حد، ما يلقى حتى شي واحد، يعني حنا اصلا في كورونا راه ما كاين لا لعب لا والو، ولكن قال لك الجمعيات ولاو يلعبوا. عندهم مشكل دابا حتى مع ولاد الحي، يعني ولاد الحي ما بقاش عندهم يلعبوا في التيران في الملعب ديالهم، الملعب ما عندوش حق. قال لك الجمعيات اللي عندهم حق يلعبوا. انا من 2005 وانا كنعيش المعاناه، يعني في التسيير، في النظافه، نجي نعس بالليل، نعس بالنهار، وحدي ما كاين معايا تحت، يعني ديما مشاكل مع الناس، كنضارب مع الشفاره، معرض خطر، ديما معرض خطر. شحال من مره تعرضت للضرب بالسيوف، يعني حتى من البزار لاحوا عليا. شحال من 15 عام وانا كنحضي الكرياجات اللي يمشيو، الشباكي اللي يمشيو بوحدي. انا الشرطه راه كتعرفني، البشويه كتعرفني، سميتو المقاطعات كيعرفوني، يعني السيره ديالي الحمد لله معروفه. كونت اطفال، كونت شباب اللي مشاو كيلعبوا دابا في فرق كبرى، يعني فرق وطنيه، فرق خارج الوطن، والله المعاناه اللي كنت كنعاني بها، الله اللي عان بها.